good money. هذا هيك اسلوبهم، يعني مثلا بصير عليه اشي وبنعرف. ضبط البردات احسن من 100 جسم السين بدي شغل. والله بالنسبه للاولاد يعني وضعهم صار في رعب على طول دائم. يعني حتى البنت الصغيره هذا اصغر واحد هي يوم صارت تشوفهم صارت تقول هيو تم اجوا هدون لدارنا. يعني يوم تشوفهم مرقين بس مع الطناجر مع الطريق. يعني الخوف مستمر انهم عاود يجوا هدونا كمان مره. طبعا حصل ارث اسرائيلي كمان. ومع ذلك اسرائيل الاداره مش معترفه بهالشيء هذا. طبعا احنا عايشين هانا مع غنمنا كلنا مصدر رزقنا هانا. بصير مضايقات من الجيش الاسرائيلي ومن الاداره المدنيه. طبعا دمروا لي البيوت الجيش 3 مرات، اول مره في واحد في 11 واحد. دمروا لي 8 بيوت، بيوت سكنيه وحبار اغنام وبير مي. وعدت كمان بنيت لها كمان مره رجعوا كمان في 12/5 عاودوا هدوا لي اياهم كمان مره. طبعا كمان يمكن هن كمان 8 بيوت. عدت بنيت كمان 4 خيام غير ما قدرتش ابني بلوك. طبعا عدت كمان بنيت 4 خيام عاودوا هدوا لي اياهم كمان مره في 1/6. طبعا هذا البيض البيت تعرض للرصاص هون. وجعل حياة الناس صعبة جدا عشان يجبرهم للرحيل. ترهب الناس وترهب الناس من أجل إنها تضيق عليهم في مصدر رزقهم، تضيق عليهم في حياتهم ومعيشتهم اليومية، تضيق عليهم من خلال الخوف والقلق اللي بدهم يعيشوا فيه الناس، وبالتالي تجبرهم على إنهم يرحلوا. فهذه السياسة واضحة جدا خلال 3 شهور الماضية بعد قرار المحكمة. كانت هذه الخطوات واضحة وجلية. في البداية إغلاق المنطقة، الناس صار صعب جدا يتنقلوا داخل المنطقة.